أعلنت وزارة الصحة أن المعهد القومي للكلى والمسالك يقدم خدماته لأكثر من 70,000 مريض سنويا، وذلك من خلال العيادات الخارجية. وخلال المؤتمر السنوي للمعهد القومي للكلى والمسالك، أكدت وزارة الصحة أنه يتم ويجري نحو 50,000 جلسة غسيل كلوي سنويا، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية المختلفة. الحقيقه في المعهد القومي للكلى والمسالك البوليه، المعهد بيعمل يعني من قبل كان عباره عن مركز او عباره عن قسم خاص في مستشفى المطار التعليمي، وبعد كده انشئ المعهد سنه 96 الحقيقه، وزراعه الكلى بدات من سنه 88، وحتى الان احنا عملنا اكثر من 1000 عمليه الحقيقه زراعه كلى، معظمها من الاقارب درجه اولى ودرجه ثانيه، والحقيقه في نجاحات بترقى الى النجاحات العالميه على المستوى العالمي. احنا بنحتفل باحتفالين في نفس الوقت، اولا بنحتفل بمرور 25 سنه اليوبيل الفضي على تاسيس المعهد بقرار رئاسي، وبنحتفل كمان بمرور او انجاز اكثر من 1000 حاله زرع الكلى، جراحات زرع الكلى. طيب اللي احنا نقدر نقوله في الفتره ديت ان في ظل يعني التوجه الحالي والاهتمام بالصحه، حصل تطوير ضخم جدا وتطوير في قسم العمليات الكبرى، وحصل تطوير كمان في التجهيزات والامكانيات، قدرنا ان احنا ندخل كل التخصصات الفرعيه، مناظير البطن والجراحات المتطوره بيها، قدرنا ندخل المنظار المرن واستخدام الليزر لتفتيت الحصوات. حقيقه احنا عدينا اكثر من 1000 حاله لزرع الكلى، يمكن 1160 170 حاجه في هذا الرقم، فاحنا بنحتفل بالالفيه لحالات زرع الكلى، غير ان ده تزامن مع اليوبيل الفضي، يعني مرور 25 سنه من العطاء المستمر للمعهد القومي للكلى والمسالك البوليه. حقيقة المعهد في الوقت الحالي بيتجه اتجاه يخدم به مصالح المواطن والدولة. أنجزنا كديد من الحالات القوائم الانتظار بالنسبة للأورام والحصوات، وكذلك حالات زرع الكرة. أنا عم شارك كرئيس منتخب للجمعية العربية وكرئيس للجمعية اللبنانية، أكيد تنشارك الخبرات بزراعة الكلى، أهم شيء بأمراض الكلى، أمراض الكلى كثير مهمة بالدول العربية، ولازم تشارك كل الدول الأشقاء بخبراتنا لتطوير علاجات. والمهم اليوم نحن نتشارك بزراعة الكلى، ونحمس جميع الدول العربية والأخوان أنه يشجعوا زراعة الكلى، لأن هي العلاج الأفضل على طول لأمراض الكلى، أفضل من غسيل الكلى. بقى رح نتشارك هاليومين كل خبراتنا بكل بلدان العربية. المعهد القومي طبعا منذ إنشائه هو صرح كبير مهتم بعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية كلها. المعهد طبعا شهد تطور كبير على مدار السنوات الماضية، والحقيقة في مخططات أخرى للتطوير أكثر وأكثر، إنشاء أفرع جديدة للمعهد، واحد في منطقة كورنيش النيل عند امبابة في الأرض التابعة للهيئة العامة للشؤون التعليمية، وفرع آخر ضمن المدينة الطبية اللي موجودة أو المزمع إن شاء الله إنشائها في شرق القاهرة برضو التابعة للهيئة العامة للشؤون التعليمية.